من بيروت مساء الخير وأهلا بكم إلى برنامج جيران العرب الذي يتناول الأزمة السياسية الداخلية في إسبانيا بين مدريد وكتالونيا على خلفية الاستفتاء الأخير لإعلان استقلال الإقليم والسيناريوهات المطروحة من الحكومة الإسبانية للمعالجة في ظل إصرار الكتالونيين على الاستقلال رغم المعارضة الداخلية. في المحور الأول نبحث في احتمالات إعلان الاستقلال والإجراءات التي يمكن أن يلجأ إليها رئيس الحكومة الإسبانية، ومنها استخدام المادة 155 من الدستور وموقف الرئيس الكتالوني الذي يحاول الاستفادة من الوقت عبر تأجيل الرد المباشر. وفي المحور الثاني نستوضح المواقف الدولية لا سيما الاتحاد الأوروبي الذي يرفض التدخل كي لا يضعف الموقف الإسباني، إضافة إلى إمكانية الحياة لكتالونيا مستقلة إذا ما قررت إسبانيا ممارسة ضغوط مالية واقتصادية. أرحب بضيوفي في الاستوديو دكتور فادي الأحمر باحث في الشؤون الدولية، ومن مدريد محمد الأمين خطاري خبير بالشؤون الإسبانية، ومن بروكسل وسيم إبراهيم كاتب متخصص بالشؤون الأوروبية. أهلا بكم جميعا. نبدأ مع تقرير حول حلم الاستقلال والخيارات المطروحة ونعود للحوار. حبس رئيس إقليم كتالونيا كارلس بوتشيمون أنفاس العالم أمام البرلمان في تلك الجلسة المفصلية لإعلان استقلال الإقليم في 10 من الشهر الحالي. فلم تكن الجلسة تلك خاصة بالكتالونيين وحدهم ولا بالإسبان، فحكايات الأقاليم التي تنوي الانفصال هي دوما حدث عالمي. لم يكن بوتشيمون الذي درس فقه اللغة الكتالونية ببعيد عن إدراك أهمية اللحظة ودقتها وبعدها وتقييم تهديد الحكومة الإسبانية باللجوء إلى المادة 155 من الدستور في حال أعلن استقلال الإقليم، مع ما يعني ذلك من تعليق الحكم الذاتي جزئيا أو كليا. كان عليه أن يخرج بموقف لا يبعد حلم الاستقلالية عنه وعن مؤيدي الانفصال، فابتدع الرجل ما أسماه قبولا بتفويض الشعب لكي تصبح المنطقة جمهورية مستقلة، لكنه اقترح بالمقابل تعليق التطبيق الفوري لإعلان الاستقلال. هكذا سار بوتشيمون ولا يزال بين النقاط. يريد صاحب قصة الشعر الفريدة التي تشبه أعضاء فريق البيتلز البريطاني الشهير والتي اعتمدها لإخفاء ندوب إثر تعرضه لحادث سير خطير أن يصل إلى نهاية الطريق فيكون صانع الاستقلال، يمسك خطاب الاستقلال بيد وبالأخرى خطاب الحوار حتى لا يضيع حلم المستقبل ولا يقوض حاضر الحكم الذاتي. خياراته السياسية الأخيرة أغضبت خصومه كما مؤيديه، فحلفاؤه يمارسون الضغوط عليه لإعلان الانفصال الكامل، وخصومه داخل كتالونيا ومعهم إسبانيا وأوروبا يحذرونه من الانفصال وتبعاته. المتتبع لمسيرة رئيس حكومة كتالونيا يدرك أنه لا يستسلم بسهولة، فالرجل الخمسيني ولد في عائلة من الخبازين الاستقلاليين في قرية آمير في مقاطعة جيرونا، ورغم تخصصه الجامعي في فقه اللغة إلا أنه تحول في العام 1983 إلى العمل الصحفي، متدرجا من مدقق لغوي إلى محرر ثم رئيس تحرير. عرف منذ بداياته بنزعته الانفصالية، فهو أطلق العام 1991 وأسس بعد ذلك جمعية الشباب القومي الكتالوني المنضوية تحت راية حزب التوافق الديمقراطي الكتالوني. دخل عالم السياسة من أبواب الصحافة، ورغم فشله في حجز مقعد في البرلمان الكتالوني عام 2007 إلا أنه أصبح في العام 2011 عمدة مقاطعة جيرونا ثم رئيس حكومة الإقليم العام 2016 إثر استقالة سلفه ارتور ماس بضغط من اليسار المتشدد. لم يخفي الرجل منذ اعتلائه الحكم ميوله الشديد والصريحة لاستقلال الإقليم عن إسبانيا. جاهر بالانفصال، خطط له وهندس ونفذ استفتاءه رغم كل التحذيرات، واليوم بعد تعليقه إعلان الاستقلال ها هو يبحث عن تسوية مع إسبانيا عن طريق التفاوض، لكن الأخيرة صمت آذانها عن دعوته للحوار مطالبة إياه بالعودة عن استفتاء الاستقلال وبالتزام الدستور. ينام إقليم كتالونيا اليوم على ترقب، ناسه يخشون من انهيار اقتصادي إذا طالت الأزمة، إسبانيا تخشى على وحدتها وأوروبا تخشى على دولها، أما بوكديموند فيخشى على حلمه، لكنه يمضي محاولا إنقاذه، متأبطا خطاب اعتلائه الحكم في الأقليم الذي قال فيه إن الزمن اليوم ليس للجبناء، لكن الزمن طالما حفل بنهايات خطيرة لمن ظنوا أنفسهم أبطالا. دكتور فادي، يعني كان من المقرر أنه بوتشيمون يرد على الحكومة الإسبانية بموضوع الاستقلال نعم أم لا يوم الاثنين، إلا أن ذلك لم يحصل وتم تمديد هذه المهلة، وقال رئيس الحكومة الإسبانية بشكل واضح أنه يوم الخميس الساعة 10 صباحا بتوقيت إسبانيا مدريد هذا الموعد هو إما أن يقول نعم إما لا بشأن الاستقلال، ولكن يعني يبدو أنه يستفيد من الوقت ويحاول أن يكسب مزيد من الوقت ويلعب على الوقت. هل برأيك بوتشيمون لديه يعني عناصر قوة للدفاع عن هذا القرار؟ على ماذا يعتمد؟ أنا أعتقد أن عنصر القوة الوحيد والذي بذات الوقت اليوم يعني بعد ما تطورت الأزمة أصبح عنصر ضعف هو نتيجة الاستفتاء، اللي هو شايف انه اظهر الاستفتاء انه في غالبيه في كتالونيا تريد الاستقلال، ولكن هذه نقطه ضعف من بعد ما وصلت الازمه الى ما وصلت اليه اليوم، لانه نقاط القوه يجب ان نراها اما في السياسه او في الاقتصاد او في الدعم الدولي، وفي هذه الثلاث لا تتوفر اليوم لكتالونيا. في السياسه على مستوى السياسي أي إعلان اليوم من بعد ما تطورت الأزمة إلى ما وصلت إليه نرى أن كتالونيا في أزمة اليوم، نجحت إسبانيا بأن تنقل الأزمة إلى كتالونيا، والمعارضة التظاهرة التي ظهرت يعني كانت تظاهرة كبيرة. صحيح بوتشيمون نفسه في أزمة في 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 موقف حرج جدا، لا يمكنه التراجع عن الاستفتاء لأنه في هناك حلم كما ذكر التقرير منذ العام 1991 يعمل عليه وهو حلمه، فالتراجع عنه خسارة كبيرة جدا وربما خسارته الشخصية في السياسة، ولكن لا يمكنه الذهاب في الاستقلال لأنه إسبانيا نرى أن موقفها يصبح متشددا أكثر فأكثر، وأعتقد أن تمديد الفترة إلى الخميس يعني ربما إسبانيا كي تحشد في الموقف الداخلي وفي الموقف الأوروبي والعالمي، فهذا على مستوى السياسة. على المستوى الاقتصادي لا يبدو أن هناك أفق لنجاح الاستقلال من بعد الضغوطات، خاصة بعد ما أصبحت واضحة الضغوطات الأوروبية وانسحاب الشركات من كتالونيا. أرسل رسالة غامضة يعني بالرد، يعني وصفوها بأنها غامضة لأنها غير واضحة، تتحدث عن حوار خلال شهرين وتتحدث عن وقف القمع من قبل الحكومة الإسبانية وما إلى ذلك، فبالتالي هذه الرسالة هل تعتبر أنها فشل لبوتشيمون بالتعاطي مع نتائج هذا الاستفتاء؟ ذكر التقرير أن بوتشيمون يعتبر أن الزمن للشجعان وليس للجبناء، وهو كان شجاعا فعلا في خيار الاستفتاء ولكن كان مراهنا. أعتقد أن اجتماع الاستفتاء كان فيه رهان كثير. حدث الاستفتاء، ظهرت النتيجة، تبين له أن لا داعم له لهذا الاستقلال. الاتحاد الأوروبي موقفه صلب ولولا يتدخل، نار الداخل ونار الخارج، الخارج الإسباني والخارج الأوروبي وهذا الأبرز يعني الخارج الأوروبي. بالتالي اليوم لذلك نرى أن بوتشيمون اليوم في هذه الأزمة. خليني أنتقل على مدريد. أستاذ محمد، يعني الحكومة الإسبانية أيضا يعني من جهتها ما هي الخيارات التي لديها؟ هل ستلجأ إلى المادة 155 أم ستعمل على الداخل بداخل كتالونيا، تعتمد على الأحزاب المعارضة للانفصال ومنهم الأحزاب اليسارية، فبالتالي تكون هذه تشكل أزمة داخلية بالنسبة لبوتشيمون، وعلى ماذا تعتمد أيضا بقرارات قراراتها؟ مساء الخير لك أختي نجاة ولكل مشاهديك الكرام. الحقيقة يعني إسبانيا فعلت بطريقة ما هو المادة 155 بالفعل، يعني لأنه بحسب الدستور الإسباني السياق الأول في تفعيل هذه المادة هو دعوة تقول أنه يجب دعوة الإقليم الذي يعلن الانفصال أو يعلن أنه يرغب في الانفصال عن إسبانيا أن يجيب بشكل صريح وواضح على السؤال هل أعلنتم الانفصال أم لا؟ هذا جزء من المادة 155 التي فعلت بالفعل. الكل الآن يتحدث عن احتمال أن تفعل هذه المادة. ما قامت به الحكومة الإسبانية من إعطاء هذه المهلة هو جزء من تفعيل هذه المادة التي من المنتظر أن في خلال يعني سياق الأيام التي تفصلنا عن يوم الخميس أن يتم عرض باقي المادة التي بموجبها يمكن للحكومة الإسبانية، الحكومة المركزية في مدريد، أن تحل إقليم كتالونيا، تحل الحكومة المركزية وتقيم حكومة تكنوقراط لمدة 6 أشهر وتدعو إلى انتخابات مبكرة. أنا أعتقد أننا في طريق هذا السياق بالفعل، وأن المادة 155 تأخذ طريقها، ولكنها دوما تعتمد آليات. بداية الآليات هو توجيه الرسالة التي شاهدناها، انتظار الرد الذي لم يكن واضحا من طرف بوتشيمون الذي ناور وحاور على طريقته منذ بداية الأزمة. أعتقد أننا الآن ننتظر خيار الخميس، وهو خيار التفعيل الفعلي للمادة 155 إلى لم يستجد هناك قارئ. يعني هذا الخيار ليس سهلا بالنسبة حتى لراخوي، يعني بالنسبة لهذا القرار لن يكون سهلا، يعني الذهاب إلى المادة 155 وحيازة موافقة مجلس الشيوخ على هذا القرار وتفعيل هذا القرار إلى ماذا سيؤدي؟ ربما يراهن بوتشيمون على حماية من الشارع الداخلي الكتالوني، الذهاب إلى المؤسسات وحمايتها والذهاب إلى الشارع. هل تتحمل الحكومة الإسبانية أن يحصل صراع داخلي داخل كتالونيا ما بين الكتالونيين؟ بالفعل سؤالك مهم. الرئيس ماريانو راخوي نفسه يعني عاد هذه العبارة بصيغة أخرى، قال لا ترقمونا أن نفعل ما لا نريد أن نفعله. فهو يعرف أن الفاتورة قد لا تكون يعني سهلة في هذا السياق، لكن أيضا تفعيل المنظومة القانونية الإسبانية واحترام الدستور الإسباني الذي يستند عليه ماريانو راخوي في إطار اتخاذ قراراته يرغمه على فعل هذا الفعل، وكأن لسان حاله لا بد مما لا بد منه. أشير فقط في الداخل أنه يحظى هنا بدعم من الحزب الاشتراكي، بدعم من حزب يعني سيودادانوس مواطنون. هذه الأحزاب أعلنت عن دعمها لخيار الحكومة الإسبانية لتفعيل المادة 155 لاحترام يعني المنظومة الدستورية والقانون الإسباني. لن تكون الفاتورة سهلة، لكن هذه ضريبة تفعيل القانون حسب ما تقول الأحزاب هنا إن لم يستجد طارئ. فقط أشير إلى أنه منذ الأمس يعني تمت إشارات تدل على أن الحكومة تسير في هذا الخيار. تم اعتقال جوردي سانشيز وهو رئيس البرلمان الكتالاني، تم اعتقال أحد الناشطين الكبار في الحراك الكتالاني نحو الانفصال، تم يعني التحفظ على جواز سفر مدير الشرطة المحلية في كتالونيا. كلها إجراءات تدل على أن الحكومة الإسبانية تتجه بقوة نحو تفعيل القانون 155، مدعومة بتحالف حزبي من الحزب الاشتراكي المعارض، من حزب مواطنون، ومن أطياف داخل الأقاليم الإسبانية تؤكد على ضرورة الحفاظ على وحدة الدستور الإسباني، وإن كانت فتحت قوسا ل6 أشهر يتم من خلاله مراجعة بعض المواد داخل المنظومة الدستورية القانونية. لكننا نتجه بالفعل نحو خيار تفعيل المادة 155 إن لم يستجد مستجد في اللحظات الأخيرة، ولا أعتقد أننا أمام سيناريو من هذا القبيل. الشارع اليوم في كتالونيا يغلي بفعل اعتقال هذه الشخصيات، والحكومة الإسبانية تصر على قرارها مدعومة بمنظومة أوروبية لا تريد الانفصال ولا التشتت للأقاليم الأوروبية والإسبانية على وجه التحديد. طيب لماذا رفض رئيس الحكومة الإسبانية الطلب بدخول وسيط من يعني طبعا كان يطالب به بوتشيمون لحل هذا المشكل ما بين كتالونيا ومدريد؟ رئيس الحكومة ماريانو راخوي ينظر إلى هذا الموضوع باعتباره موضوعا داخليا ينظم وفق آليات القانون والدستور الإسباني، ويعتبر أن أي وساطة خارجية هي خرق لفكرة روح الدستور الإسباني الذي يشير في مواده إلى ضرورة تسوية الخلافات الداخلية بين الأقاليم 17 في إسبانيا بحسب دستور 1978 الذي شكل اتفاقا أن أي إشكال في الأقاليم يتم حله عن طريق المنظومة البرلمانية والقانونية اعتبارا من السلطة المركزية في مدريد. هذا هو الإشكال القانوني الذي يجعل ماريانو راخوي على الأقل في العلن يرفض أي وساطة خارجية، وإن كانت لدينا مصادر تتحدث عن وساطات أوروبية تحت الطاولة غير معلنة للملمة الموقف ولتهدئته. وإن كنا لحد الساعة كما أقول أشير إلى أن السياق ومآلات الأمور يتجه نحو تفعيل هذه المادة التي لا شك سيكون لها تأثيرها على المشهد السياسي والاقتصادي وحتى الأمني في إسبانيا. أنتقل إلى بروكسل. يعني أستاذ وسيم، هل فعليا هناك تحرك أوروبي من أجل لجم الأمور وعدم وصولها إلى مرحلة لا يمكن التراجع عنها، خاصة بجانب اللي بيهدد بحرب أهلية داخلية بداخل كتالونيا نتيجة ما يحصل؟ مساء الخير لك سيدة نجاة، للسيدات والسادة المشاهدين ولضيوفك الكرام. بروكسل منذ البداية انتهجت تجاه الأزمة الكتالونية نهجا يعتمد على العرف الأوروبي في عدم التدخل بالشؤون الداخلية، هذا من جهة. ولكن من جهة أخرى بعد اشتعال الأزمة وانتقال التوتر إلى مرحلة المواجهة بعد الأحداث التي أحدثت الصدام والعنف في برشلونة بعد الاستفتاء، اضطرت بروكسل لإصدار بيانات تقول أن العنف ليس أداة سياسية، وبقيت في المجمل تقف خلف حكومة مدريد. لكن بالطبع هنالك في الكواليس تحركات لمحاولة احتواء الأزمة. هذه المحاولات من جهة الاتصال المباشر بين بروكسل، رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي. نعرف أن بروكسل مخولة بالدفاع عن الحقوق الأساسية للمواطنين الأوروبيين، فهي حارسة المعاهدات الأوروبية، المفوضية الأوروبية، وهنالك بند واضح في المعاهدات الأوروبية المادة 7، وهي مادة شهيرة وبناء عليها تحركت بروكسل ضد عواصم أخرى. هذه المادة تقول أن المواطنون لهم الحق الأساسي في التعبير الديمقراطي وفي ممارسة حرية التعبير. المستجد أعتقد غدا سيكون هنا في بروكسل رئيس الحزب الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز، وسيلتقي رئيس البرلمان الأوروبي. سيكون هنالك محادثات أيضا، لأن الرجل في السياسة الداخلية الإسبانية كما يعرف ضيفك من مدريد قدم مبادرة لإصلاح الدستور، لأن الدستور هو أصل الاستعصاء هنا، يعطي الحكومة المركزية القدرة على فعل ما تفعله الآن. من جهة أخرى اليوم الموعود يوم الخميس سيكون ماريانو راخوي هنا في بروكسل بين الزعماء الأوروبيين في قمة أوروبية. هل يتحصن بدعم الاتحاد الأوروبي لذلك هو يذهب بهذه الخطوات بعيدا؟ لا أعتقد أن دعم الاتحاد الأوروبي هو دعم مضمون، لأن أولا لا يمكن التدخل في الشؤون الداخلية. صحيح إذا هنالك نوع من الاعتراض الجذري على تصرفات حكومة معينة، إذا كانت هي الفاعل مثل ما حصل مع هنغاريا مثلا، مع رئيس الوزراء فيكتور أوربان، أو مع الحكومة حديثة العهد إذا يمكن القول في بولندا. دائما المشكلة هي نفسها، الحكومات عينها على الدستور والمحكمة الدستورية، تريد أن تلعب في هذا الحقل لأنه هو السقف الوطني الدستور، والمحكمة الدستورية هي حارسة هذا السقف الوطني. وكل حكومة تحاول من هاتين الحكومتين حاولت تعيين أعضاء المحكمة الدستورية ومحاولة القبض على القضاء، واستقلال القضاء يفترض أن يكون مضمونا. تحركت بروكسل بناء على المادة 7 لحراسة الحقوق الأساسية للمواطنين الأوروبيين. بالنسبة لمدريد، مدريد تعتبرها بروكسل ليست الفاعل، لأنها لم تتحرك ضد كتالونيا. الفاعل هو الكتالونيين الذين يريدون حكما ذاتيا أوسع أو استقلال أو ما شابه. تقول بروكسل يمكنكم فعل ما تريدون، لكن تحت سقف القانون الإسباني، الدستور الإسباني. لا أعتقد ماريانو راخوي بالمناسبة، حسب ما رأيت وحسب أنا كنت مؤخرا في إسبانيا ورأيت كيف هو المزاج الشعبي تحديدا في أقاليم فقيرة مثل الأندلس. أعتقد أن ماريانو راخوي الآن يلعب لعبة واضحة بالنسبة له. من أرسل الحرس الوطني لمنع الاستفتاء يعرف أن المواجهة ستحدث، وفي السياسة لا يوجد شيء غير متوقع. هو أرسل الحرس الوطني لأنه يعرف أنه سيواجه المواطنين وسيحصل العنف، وهذا مكسب له. الآن ماريانو راخوي أعتقد شعبيته تحلق. أنا لم أرى استطلاعات رأي أخيرة، ولكن ما نعرفه أعطاه شعبية، يعني هذا شيء أعتقد مفاجئ. طيب يعني ضيوفك يعرفون أعتقد ذلك، ولكن أنا فوجئت بشدة حينما عرفت، حينما انطلقت قوافل الحرس الوطني، وهو حرس بالضرورة ليس من كتالونيا، ليس من الشرطة الكتالونية، التزمت الحياد الإيجابي، هي تدعم الاستقلال. حينما انتقلت قوافل الحرس الوطني من المدن الإسبانية لقيت بالتصفيق، وكأن هنالك عرض بطولي، يعني كان الناس يصفقون للحرس الوطني. وقال لي ناشطون إسبانيون حول ما حدث أنهم يرون القصة الآن هي أشبه بمباراة كرة قدم. فعلا تحول الشعب إلى أنت مع برشلونة ولا ضد برشلونة. هل لعب يعني المجتمع المدني هو دورا هنا بنتيجة الاستفتاء ونتيجة ما حصل؟ أعتقد ذلك. هنالك يعني تأطير القضية الاستفتاء ببعد واحد هو البعد القومي الشوفيني، هو محاول، لا أعتقد أنه يختصر القصة. هنالك قاعدة شعبية مهمة جدا، قاعدة تعمل على التغيير الاجتماعي في كتالونيا، وهي متطورة بالنسبة للتحول الاجتماعي. هنالك ما يسمى مجالس الأحياء، يعني مثل اللجان الشعبية، وهذه اللجان الشعبية فاعلة جدا في موضوع التغيير الاجتماعي، حتى أنها عقدت صفقة مع الحكومة الكتالانية لدعم الحركة بالنسبة للاستفتاء مقابل المصادقة على الموازنة التي تلبي طموحات هذه اللجان المحلية فيما يتعلق بالحكم المحلي. هي تقاطع مصالح. أعتقد الحكم الذاتي يلزم الحراك الاجتماعي كي ينفذ سياسته من ناحية الموازنة مثلا، من ناحية يعني أبرز مثال على ذلك أعتقد هنالك قانون أقرته الحكومة الكتالانية يقول يمنع على الشرطة أو على يعني على الدولة إخلاء بيوت الفقراء. ماذا ردت مدريد؟ منعت القانون. لماذا؟ لأنه تمييز ضد فقراء إسبانيا الآخرين، يعني بمعنى يعني شيء مضحك قليلا. هو بالنهاية قانون لصالح البنوك، لصالح النظام، بمعنى أنك لا يمكن أن تخرج خارج قبضة البنك حتى أو النظام الذي يساند البنك، حتى لو كنت عاجز يعني بطبيعة الحال. الفقراء لا يمكنهم دفع هذه القروض المتعثرة، والدولة تساعدهم. لا، الدولة تساعد البنوك. ومدريد قالت نحن لا نريد تمييز ضد فقراء آخرين في إسبانيا. يعني رح أحكي عن الجانب الاقتصادي وأهميته بالجزء الآخر من هذا الحوار، ولكن هل شخصية الرجلين، يعني رئيس الحكومة الإسبانية ورئيس الحكومة الكتالونية، هي التي ساهمت في وصول هذه الأمور إلى هنا؟ يعني بمعنى الرجلين أيضا لهم تأثير بالقرارات التي تم أخذها. أعتقد ذلك. السؤال موجه لي عفوا؟ نعم أستاذ وسيم. نعم أعتقد ذلك. يعني هنالك يعني مثال صوري، دعيني أقول هنا في بروكسل القمة الأوروبية يجتمع 28 زعيم. الجميع يأتي بالسيارة إلى أمام المدخل ويترجل من سيارته، الكاميرا تأخذه، إلا ماريانو راخوي. ماريانو راخوي يترك السيارة جانبا في الشارع وينزل في رتل كأنه إمبراطور، يعني عرض قوة. هو الوحيد والكاميرات تلاحقه وهو ينزل وكأنه في موكب حقيقي. لم يغير هذه العادة أعتقد طوال وجوده في رئاسة الحكومة. وعرض القوة الذي يمارسه يأتي له بنتائج. هو عاد بمعجزة وفاز حزبه في الانتخابات المعادة في 2016، في يناير 2016. نعم. دعمه ثلث الإسبان. نعم. بعد فضائح مالية لحزبه وبعد سياسات التقشف، وكان ذلك فقط أعتقد يعتمد بنسبة كبيرة لتعامله القاسي مع الأزمة الكتالونية. نعم. وهو الآن يعيد تكرار ما يجلب الأصوات وما يحشد الدعم الشعبي له. رح نستكمل حوارنا، نستكمل البحث في الضغوط الاقتصادية والمالية ومفاعيلها على إعلان الاستقلال ومواقف الاتحاد الأوروبي بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد، وأرحب بضيوفي في الاستوديو دكتور فادي الأحمر باحث في الشؤون الدولية، ومن مدريد محمد الأمين خطاري خبير بالشؤون الإسبانية، ومن بروكسل وسيم إبراهيم كاتب متخصص بالشؤون الأوروبية. دكتور فادي، يعني خليني أنتقل للملف الاقتصادي. هل تستطيع كتالونيا أن تكون، يعني إذا ما أخذت قرار بالاستقلال، أن تكون كتالونيا مستقلة بظل ضغوط اقتصادية كبيرة؟ نحن نعلم أنه يعني حجم الاقتصاد الكتالوني هو حجم كبير، 197 مليار يورو، مقابل يعني اقتصادات كبرى بالعالم هي أقل من ذلك. يعني إذا بنقارنها بإيرلندا مثلا 189 مليار يورو، اقتصاد اليونان 177 مليار يورو، واقتصاد البرتغال 173 مليار يورو. هي تحتل المرتبة السابعة باقتصادات دول الاتحاد الأوروبي، حتى مقارنة بالاقتصاد الوطني الإسباني، يعني هي بتشكل 20% من ذلك. فبالتالي من يخسر في حال اتخذ هذا القرار؟ الاقتصاد ست نجاة، وبنحكي عندما نتكلم اقتصاد نتكلم عن استثمارات ونتكلم عن حركة تجارية. الاستثمارات هي شركات، والحركة التجارية هي مع الأسواق. اليوم إلى حد الآن بحسب الصحف الإسبانية والأوروبية والعالمية بشكل عام 40 شركة أو أكثر من 40 شركة انسحبت من كتالونيا. بس قيل أنه هذا القرار ليس صحيحا، أنه جربت تغيير السجل التجاري. لذلك ذكرت أن الصحف ذكرت ذلك. وهناك 540 شركة كمان اليوم بحسب صحف اليوم بدأت معاملات كي ترى كيفية الانسحاب من كتالونيا إلى خارج إلى مناطق أخرى في إسبانيا. وربما 2 من كبار البنوك هددوا بترك، يعني ولكن التهديد هل فعلي؟ هل هو يمارس فعليا، يطبق؟ ست نجاة، عندما نرى أن عندما الشركة تصبح أمام خيار من الاثنين، إما سوق محلي يبلغ 7.5 مليون نسمة، وسوق آخر 550 مليون نسمة، الشركة بطبيعة الحال رأس المال سيختار المكان الذي سيربح فيه، الذي سيحافظ فيه على زبائنه، وهو السوق الأوروبي. لأنه عندما تستقل كتالونيا لن تعود منفتحة على السوق الأوروبية، ولن تعود جزء من أوروبا، ولن تعود أوروبا بالمعنى السياسي والاقتصادي والتجاري، ولن تفتح لها الأسواق الأوروبية بشكل سهل. لأن أوروبا، الاتحاد الأوروبي بحسب قانونه وبحسب دستوره، أي دولة تريد الدخول إليه يجب تقديم طلب وموافقة كافة الدول الأعضاء. لنفترض جدلا أن اليوم، أن غدا الخميس أو غدا أعلنت الاستقلال كتالونيا وقدمت طلب إلى الاتحاد الأوروبي، هل إسبانيا حتقبل بذلك؟ فشبه مستحيل أن تصبح كتالونيا في المستقبل، لا القريب ولا المتوسط ولا البعيد، جزء من هذا الاتحاد الأوروبي. وبالتالي على المستوى الاقتصادي ستكون في أزمة. صحيح، كان يراهن بوتشيمون على أن يعني أي دولة أوروبية تعترف باستقلاله لكي يتمسك بهذا الاستقلال. أنا ذكرت أنه أخذ رهان في مغامرة، ذكرت تقريركم على مغامرة من دون أي أسس. لا، مش من دون، ليست من دون أسس. أعتقد أنه هو يعني أجرى حساباته، وأعتقد أنه سوف يحرج مدريد ليجلبها إلى طاولة مفاوضات، وهذا ما فعله في 10. لذلك أجل الإعلان، يعني أجل الاستقلال مؤجل. قال الاستفتاء موجود ولكن أؤجل العمل به، تعالوا لنتفاوض. مدريد لم تقبل هذه المفاوضات، واعتبرته يعني اعتبرته تفاوض مشروط، وهي بالأساس تعتبر أن الاستفتاء غير موجود، كما ذكر ضيفك من مدريد، أن مسألة غير شرعية. راخوي، ماريانو راخوي، قال أنه لا يمكن قبول بوساطة بين الديمقراطية والمتمرد، أو بين الديمقراطية واللا شرعية. فهذه هي نقطة انطلاق مدريد، وبالتالي هو قال أنه سوف يجلب مدريد إلى المفاوضات. لماذا؟ لأن كتالونيا تريد توسيع الحكم الذاتي، تطوير الحكم الذاتي، هذا ما لا تقبل به مدريد. وهذا ليست مسألة مستجدة اليوم، يعني هذا مسألة لها تاريخ منذ الدستور 1978 وصولا إلى محطات 86 2006 2010 2000 إلى ما هنالك، إلى 2012 2014. فهناك تاريخ طويل يعني في هذه المسألة. لا أعتقد أن الكتالونيين يعني هم دفعوا بأنفسهم بطبيعة الحال نحو الاستفتاء نحو الاستقلال، ولكن أعتقد أنهم كانوا يريدون تطوير الحكم الذاتي، وهذا ما لم تقبل به مدريد. ونعرف للأسباب، لأنه تخشى السلطة المركزية في مدريد أن تطور الحكم الذاتي شيئا فشيئا لأن يتطور ليصبح دويلات أو نوع من فيدرالية، خاصة وأنه هناك الحزب الاشتراكي على الأقاليم الأخرى في إسبانيا، الأقاليم الأخرى بطبيعة الحال، خاصة وأن هناك حزب يعني الحزب الاشتراكي طرح في مرحلة من المراحل النظام الفيدرالي، وما لا يمكن أن تتحمله مدريد لأنه تخشى وحدتها في هذه الحال، تخشى وحدتها، خاصة أنه هناك الجغرافيا الإسبانية، إسبانيا دولة مفتوحة على محيط وعلى بحر وعلى بحار، وبالتالي لها حدود بحرية واسعة، وبالتالي الأقاليم لديها عناصر قوة، فهي إحدى عناصر قوة كتالونيا، يعني مقارنة اليوم بكردستان العراق إذا أجازت المقارنة، نعم. هناك دولة مغلقة أو أقليم أو أرض مغلقة، هنا دولة منفتحة على البحر المتوسط، وأقليم الباسك منفتح لديه انفتاح أكبر على المحيط الأطلسي، فبالتالي هي عناصر قوة للأقاليم، من هنا تخشى أعتقد من موقع الجيوسياسي لإسبانيا تخشى أكثر من تطوير هذا الحكم الذاتي لأن يصل يوما ما إلى استقلال فعلي يعني وإلى تفتيت إسبانيا، وهذا ما يخشاه أيضا الاتحاد الأوروبي. أنا أغالط شوي بعض الشيء ضيفك من بروكسل، لا الاتحاد الأوروبي أستاذ وسيم، لا الاتحاد الأوروبي يدعم إسبانيا، يدعم مدريد صحيح كان له ملاحظات على تصرف الشرطة أو الحرس الوطني في الاستفتاء في 1 أكتوبر تشرين الأول، ولكن الاتحاد الأوروبي حريص على وحدة إسبانيا لأنه كما ذكر تقريركم حريص على وحدته، حريص على دوله، وهو يدعم مدريد، لذلك لم يدخل في وساطة، لأنه أي وساطة كما ذكر هي مساواة بين كتالونيا ومدريد، وهذا ما لا يريده الاتحاد الأوروبي حتى اليوم، وهي واحدة من ملاحظات كتالونيا على الاتحاد الأوروبي، لم يعترف بلغتها كلغة في الاتحاد الأوروبي، فبالتالي الاتحاد الأوروبي لا يدعم مدريد في خطواتها التي ستقوم بها بغض النظر عن كلفة هذه الخطوات. يعني من هنا الضغوطات الاقتصادية، التهويل الاقتصادي الذي أتى مباشر أوروبي، التهويل الاقتصادي الأوروبي على كتالونيا. أي بس في 70% استثمارات أوروبية بداخل كتالونيا، يعني هذه كمان التهديد بسحبة ممكن أن يؤثر بشكل كبير على كتالونيا. خليني أنتقل لمدريد، يعني أستاذ محمد هل فعليا يعني راخوي لم يقدم أي إغراءات لكتالونيا، وعلى الأقل كان يمكن أن يقدم بعض الحوافز من أجل يعني الحوار من دون الذهاب إلى هذه النقطة ومن دون الوصول إلى ما تم الوصول إليه؟ هل كان يخاف ويخشى من توسيع الحكم الذاتي؟ بالفعل أنا أشير إلى ما أشار إليه أحد ضيوفك الضيف من بروكسل، هو حقيقة أن ماريانو راخوي أيضا بنى شعبية على هذه العصا القليظة التي يستخدمها ضد كتالونيا. يعني ماريانو راخوي يمثل الحزب الشعبي البارتيدو بوبولار، وهو حزب يميني أسس على ما يسمى بالحفاظ على وحدة الأراضي الإسبانية، إذن هذا جزء من أعمدة بقاء هذا الحزب، وبالتالي هذا يفسر بطريقة أو أخرى سر هذه الحدة في مواجهة الطموحات الكتالانية، لأن هذه الطموحات تضرب في صميم بنية الحزب الشعبي الذي يقوده ماريانو راخوي، والذي لديه يعني ظلال من الحزب من يعني الأطياف اليمينية التي أسست لإسبانيا ما بعد الحرب الأهلية. هذا هو يعني مربط الفرس في حقيقة تصلب موقف ماريانو راخوي أو وقوفه إلى جانب ما يعتبره الدستور الإسباني. لكن أيضا أشير إلى أن رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي بقدر ما أغلق الباب أمام أو وجوه الانفصاليين، هو أيضا فتح نافذة بالاتفاق مع رئيس الحزب الاشتراكي بيدرو سانشيز بالنظر في تفعيل أو النظر في تغيير بعض المواد في الدستور الإسباني في خارطة الطريق تم الاتفاق عليها يتم التدارس فيها لمدة 6 أشهر. يعني ماريانو راخوي رغم هذه الحدة فتح أيضا أمرا كان مقدسا بالنسبة لحزبه، وهو يعني لمس الدستور الإسباني باعتباره جزءا من المنظومة التي يجب أن لا تقبل يعني التغيير في نظر الحزب اليميني الشعبي الحاكم. راخوي حاول أن يحافظ على ائتلاف داخلي يسمح له بهذه المواجهة. نفس الإشكال يعانيه كارلس بوتشيمون الذي تحالف أيضا مع أحزاب بين قوسين راديكالية انفصالية، وهو الآن في إشكال حقيقي في حالة يعني أنه تراجع عن هذه الرؤية التي تدعو لاستقلال كتالونيا سيكون مهدد بالتحالف الداخلي من أحزاب يسارية، أحزاب كتالونية انفصالية تدعو إلى الانفصال وإلى المواجهة حتى آخر نفس. في إشارة إلى ما تحدثتم عنه في موضوع يعني التبعات الاقتصادية والمالية، أنا تحدثت مع رئيس الغرفة البرلمانية جوردي سانشيز وقلت له بالحرف أنتم ستواجهون خطر اقتصادي كبير، وكانت إجابته التي تدل على استعداد بعض الكتالونيين لدفع ضريبة الانفصال، هذه هي الضريبة التي علينا أن ندفعها. هذا بالضبط ما يقول. لذلك الخيارات والمخاوف وتخويف دعاة الانفصال من خطر التدهور الاقتصادي وغيرها أعتقد أنها مسألة متجاوزة بالنسبة لهم، لأنهم يعتقدون أنهم أمام تضحيات يجب أن يقوم بها الكتالونيون لاستقلالهم ولانفصال كتالونيا عن إسبانيا، وإن كان هذا ليس أمرا سهلا. أنا مثلا كنت في كتالونيا خلال يعني الأيام الأخيرة، كانت البنوك تتصل على الزبناء لتخبرهم أنها نقلت يعني مكاتبها إلى فالنسيا، إلى مدريد، إلى غير من المدن الإسبانية، وهذا أحدث حالة من الهلع داخل المواطنين الكتلان الذين وجدوا أنفسهم أمام بنوك لا تريد أن تتعامل معهم في داخل كتالونيا. أذكر من هذه البنوك يعني أستاذ محمد فعليا بدأ تطبيق هذه التهديدات الفعلية بالموضوع الحصار تقريبا الاقتصادي والمالي. بالفعل أشير إلى أن بنكين يعني كبيرين هما بنك لاكايشا وبنك ساباديل، هذين البنكين يعني اتصلا بزبنائهم يعني وأخبروهم أنه لا يمكن التعامل معهم في ظل حالة يعني المخاوف التي تعيشها إسبانيا، وأنه تم تحويل السندات يعني أو ودائعهم إلى مدن إسبانيا أخرى. هذا يعني أن الأمور من الناحية الاقتصادية تم تفعيلها بالفعل. هناك خروج من طبعا يهوله الإعلام الإسباني بطريقة ربما أكثر تضخيما، ولكن بالفعل الشركات يعني الإسبانية والبنوك بما فيها بعض البنوك الأوروبية تخرج الآن نتيجة لحالة عدم الاستقرار التي أثرت على يعني سندات هذه البنوك وعلى أرباحها. لذلك فعليا أنا أؤكد أنه بعض البنوك اتصلت بزبنائها لإخبارهم أن خدماتها لا يمكن توفيرها بالشكل الذي كان في السابق بحكم انتقالهم إلى بعض المدن الإسبانية الأخرى في انتظار ما ستؤول إليه الأمور. لا شك أن محمد أشرت أنت أيضا يعني إلى أنه يعني الحكومة الإسبانية أصبحت اليوم مستعدة لاستيعاب كل النتائج والتداعيات الاقتصادية لهذا الحصار المالي والاقتصادي لكتالونيا في المرحلة المقبلة. هل هذا صحيح؟ يعني نحن بنعرف أنه هي تشكل يعني أهمية بالغة لكون يعني برشلونة هي موجودة بكتالونيا، 18 مليون سائح كل عام، هناك 25% من الاقتصاد الإسباني بمجمله، فبالتالي يعني لها أهمية كبيرة اقتصاديا رغم أنه في 63 مليار ديون إلى الحكومة الإسبانية. فهل فعليا إسبانيا مستعدة لخسارة كل ذلك؟ على الإطلاق يعني لا، أنا أشرت على الكتالونيين يعني الانفصاليين هم من قالوا أنهم مستعدون لدفع ضريبة التضحية نحو الاستقلال. الحكومة الإسبانية كل إشاراتها تدل على أنها لا تريد خروج هذا الإقليم من الوحدة الترابية لإسبانيا، وهذا يدل عليه يعني هذا المسار. بالقبل كانوا يستعملون يعني العصا والجزرة، الآن نرى أن العصا هي الأكثر يعني هي اللغة الأكثر تداولا الآن بين الحكومة في مدريد والانفصاليين الكتالونيين. هذا كله يؤكد على أن إسبانيا غير مستعدة للدخول في مغامرة السماح بانفصال يعني كتالونيا، لأن هذا الإقليم جزء من المنظومة الاقتصادية، المنظومة السياحية، أحد الشرايين إن لم نقل الأساسية المهمة في مد الخزينة الإسبانية بالمال وبالرخاء الذي تعيشه إسبانيا بطريقة أو أخرى. لذلك أنا أعتقد أنه من الصعب، وهذا الخيار سيكون يعني مسألة مفروغ منها بالنسبة للحكومة المركزية الإسبانية. ربما تفتح الباب أمام تعديلات، السماح ببعض يعني زيادة في مستوى الأرباح للخزينة الكتالانية، يعني تسهيلات على المستوى الداخلي من حيث انتعاش الاقتصاد الإسباني أو تقديم قروض أو المساعدة في يعني إعطاء نسبة أكبر من المداخيل، ولكن مسألة خروج كتالونيا من إسبانيا تبقى مسألة غير مقبولة بالنسبة للحكومة بقيادة ماريانو راخوي، وحتى بالنسبة للأحزاب بقيادة مثلا الحزب الاشتراكي، حزب سيودادانوس، حتى حزب بوديموس اليساري الراديكالي، الكل يرفض خروج كتالونيا بشكل أو بآخر من إسبانيا، باعتبار هذا يهدد منظومة الاستقرار الاقتصادي، الأمني، الثقافي، الاجتماعي، السياحي، بمعنى أن التهديد سيكون كبير جدا وقد يؤدي حتى إلى تفكك باقي الأقاليم. لذلك إسبانيا ستلعب ورقة يعني تلقي بكل أوراقها الأوروبية، الأمنية، الدولية، من أجل بقاء هذا الإقليم المتمرد ضمن الحاضنة الإسبانية، لأن خروجه سيكون يعني بمعنى ضربة قاضية للمنظومة الإسبانية، منظومة المملكة الإسبانية التي تأسست عليها هذه المملكة. ال17 إقليم هو جزء من هذه المنظومة، هذا الغنى، هذا يعني الاستقرار، هذه القوة التي جعلت البعض يصنف الاقتصاد الإسباني كرابع أو خامس قوة اقتصادية في أوروبا. كل هذه القوة تستمد من هذه الوحدة الترابية للأقاليم. في حالة تغيير هذه المنظومة سيحدث خلل كارثي على إسبانيا، ولهذا الحكومة الإسبانية مستعدة لفعل أي شيء من أجل إيقاف هذه الحركة. وإن كنت في الأخير أشير إلى أنها ربما تلجأ لخيار بعض التسهيلات للإقليم المتمرد للملمة حالة الثورة أو حالة الرغبة في الانفصال وترحيل طلبات الانفصال إلى وقت آخر، لأن خروج كتالونيا من إسبانيا سيكون بمثابة الضربة التي ستجعل الأقاليم الأخرى ربما تتداعى بنفس الصيغة، وهذا هو مكمن خوف أوروبا وخوف إسبانيا وخوف المنظومة الدولية بأجمعها. دكتور فادي، يعني هل برأيك أنه ممكن نتيجة كل هذه التهديدات التي تحصل وكل هذه المخاوف التي تحصل من موضوع الذهاب إلى الإعلان للاستقلال، هل سيذهب بوتشيمون إلى ذلك يوم الخميس المقبل غدا؟ أنا لا أعرف شخصية الرجل جيدا، ولكن لا أعتقد ذلك، لأن اليوم كتالونيا وتحديدا بوتشيمون امام حائط مسدود، لا يمكنه الا التراجع. هل من الرساله بين شو طريقه تعاطيه؟ يعني بمعنى الرساله اعطت اشاره واضحه، قال الاستفتاء موجود ولكن انا اعلقه فسحا في المجال امام مفاوضات. هلا هذا الطرح لم يكن كافيا بالنسبه لمدريد، مدريد تريد اكثر من ذلك، الغاء الاستفتاء. اعتقد انه سوف يتراجع اكثر، واعتقد هناك اليوم ولو غير معلنه بالكواليس او بالغرف المغلقه وساطه ربما او اشارات اوروبيه انه يجب التراجع للعوده الى طاوله المفاوضات. ذكر ضيفك ان راخوي سوف يكون في مدريد يوم غد الخميس، وبالتالي اعتقد ان حتى في بروكسل، واعتقد ان اوروبا تريد من راخوي ان يتفاوض مع كتالونيا، لان مدريد في ازمه كما ذكر الاستاذ خطاري، ان هناك ازمه اقتصاديه سوف تتحمل تبعاتها مدريد، خاصه وان مدريد انا اخالفه الراي بعض الشيء، ان مدريد اسبانيا ليست بحاله اقتصاديه مريحه. البطالة في إسبانيا عالية جدا، من أعلى النسب في 5%، حتى هذا يمكن العدد الرسمي، ولكن العدد الفعلي يتخطى 20%، تتكلم صحف عن 24% نسبة البطالة في إسبانيا، وحتى في كتالونيا نسبة بطالة تبلغ حوالي 13%. فبالتالي ليست يعني لا كتالونيا في وضع مريح، وأيضا مدريد على المستوى الاقتصادي ليست في وضع مريح، وخاصة وأن هناك أقاليم أخرى كما ذكر أنه ممكن. هل هذا الذي يعتمد عليه بوتشيمون بقراراته هو قوة كتالونيا الاقتصادية اللي عم بتخليه يكون مدعوم بهذا الخيار بوجه الحكومة؟ لا شك ذكروا أن مسألة الضرائب، مسألة الإنتاج، يعني 20% من الدخل أو 19% من الدخل القومي هو تنتجه كتالونيا، عدد السواح ذكرت حضرتك أنه 18 مليون، العدد الأكبر يعني يأتي إلى برشلونة، إلى منطقة كتالونيا، إلى ما هنالك يعني من قوة اقتصادية. 25% من السياحة بإسبانيا كلها تأتي إلى كتالونيا. الشركات الكبرى، الصناعات الكبرى، حتى الصناعات الأجرو، يعني الصناعات الزراعية بغالبيتها أيضا في، والغذائية هي، والصناعات أيضا الكيميائية، الأدوية وإلى ما هنالك الكيميائية، كلها أيضا تتركز في منطقة كتالونيا. هذه نقطة قوة لكتالونيا، وأعتقد لا شك أن هذه نقاط الارتكاز إضافة إلى الشعور الوطني، إلى الشعور الوطني والرغبة في إثبات في إبراز الهوية الوطنية. وهي مسألة ست نجاة يعني لافتة، وليست حصرا بإسبانيا. الجماعات، كل الجماعات الخاصة تريد اليوم في مقابل ظاهرة العولمة تثبيت هويتها للحفاظ على هويتها بلغتها بثقافتها بتاريخها إلى ما هنالك. من هنا يعني لافتة أنه مع تطور العولمة، مع تطور الاتحاد الأوروبي، كان هناك مطالبات في إسبانيا بتطوير الحكم الذاتي، كتالونيا والباسك إلى ما هنالك. هذه ردة فعل طبيعية نجدها في عديد من دول أوروبا. خلينا ننتقل لبروكسل نشوف شو موقف الاتحاد الأوروبي. يعني أستاذ وسيم، اليوم الاتحاد الأوروبي لديه استثمارات كثيرة في كتالونيا. إلى أي مدى العامل الاقتصادي وممكن أن يمارس الاتحاد الأوروبي هذا الضغط الاقتصادي تجاه كتالونيا بسحب هذه الاستثمارات اللي بتشكل 70%؟ نعم، كي لا أفهم خطأ، الضيف من بيروت قال شيء بالنسبة لدعم بروكسل لمدريد. نعم. لا، لم أقل ذلك. بروكسل تقف تماما خلف مدريد لعدة أسباب. أولا هو سبب أنها تقف خلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ممثلة بالحكومات، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ردد هذا الأمر، بمعنى هنالك خطاب واحد بين باريس، برلين، بروكسل. كتالونيا ليست محاور بالنسبة لهم. المحاور الوحيد أو الشخص الوحيد الناطق أو الذي يمكن أن يتحدثوا به مع إسبانيا هو الحكومة الإسبانية. هذا أولا. ثانيا، الحكومة الإسبانية وماريانو راخوي هو من عائلة سياسية كبيرة، المسيحيين الديمقراطيين، وهذه العائلة تحكم في نصف دول الاتحاد الأوروبي. ويضاف إلى ذلك أن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أيضا من هذه العائلة. إذن هنالك أيضا دعم حزبي سياسي. بالنسبة للحالة الكتالونية، فقط تعليقا على الضيف من مدريد وأوضحها بشكل ممتاز، أعتقد هي حالة ليست مراهنة. الحالة الكتالونية هي حالة ناضجة تماما كي تأخذ صلاحيات أكبر. الكتالونيين يريدون إدارة مجتمعهم باتجاه تحول اجتماعي وتجربة دخلوا فيها. يحتاجون سلطات أكبر، مثل سمكة كبرت وهذا الحوض لا يزال نفسه. الدستور والحكومة الإسبانية وتدفع لهم ذلك وتمنعهم من هذا. لا، يريدون سن قوانين أكثر، يريدون موازنة أكثر، يعني أكثر مرونة يتصرفون بها، خصوصا أنهم إقليم غني، ويقولون بما أننا إقليم غني لماذا لا نتصرف بأموالنا على الأقل هنا. بالإضافة إلى مسألة يعني إمكانية التضامن الاجتماعي، لماذا تتمرد كتالونيا؟ لأنها تدفع أكثر وهذه الأموال تذهب إلى الأقاليم الفقيرة. لا يوجد هنالك دعم، ربما يعني أغلبية كبيرة للانفصال، ولكن هنالك حتما دعم لمزيد من الصلاحيات. الاتحاد الأوروبي هل ممكن، يعني طبعا الاتحاد الأوروبي اليوم يخاف من الترددات إذا ما أعلنت استقلالها كتالونيا، وبالتالي أن هناك دول كثيرة مهددة أوروبية، من بلجيكا يعني بين الفلامان والبلجيك، يعني بالآخر في فرنسا، كورسيكا، في مدن، في بلدان عديدة أوروبية هي مهددة، واسكتلندا كانت طالبت أيضا بالانفصال. يعني هذه العدوى الانفصالية ممكن أن تتمدد بعدد من الدول الأوروبية، ولذلك هذا الخوف والتشديد من جانب الاتحاد الأوروبي إلى الوقوف خلف الحكومة الإسبانية بكل القرارات التي ستأخذها. أعتقد ذلك، نعم. الاتحاد الأوروبي يخشى هذه العدوى. وحينما يقول لي كتالونيا، وهو لا يقصد فقط كتالونيا، يقول لي أي إقليم انفصالي، حينما تذهبون خارج القانون وتتمردون وتنفصلون ستجدون أنفسكم تلقائيا خارج الاتحاد الأوروبي. وهنا السؤال الذي طرحتيه، هل يمكن أن يمارسوا ضغط؟ بالتأكيد. السوق الأوروبية المشتركة هي السوق التي تعيش الاتحاد الأوروبي، وهي التي جلبت دولة الرفاه للاتحاد الأوروبي وجعلته أكبر تكتل اقتصادي في العالم. لذلك حينما تكون خارج منظومة الاتحاد الأوروبي، حينما تنفصل ستكون حتما خارج الفوائد الكبيرة التي تجلبها السوق المشتركة. يعني اليوم الاتحاد الأوروبي ممكن أن يذهب إلى فرض قيود اقتصادية على كتالونيا أو ممارسة سحب الاستثمارات من كتالونيا للضغط؟ لا أعتقد ذلك إلا إذا مضى الكتالونيون بإعلان منفرد للاستقلال، وهذا لن تسمح به مدريد، بمعنى مدريد أرسلت الحرس الوطني وهي مستعدة أعتقد لإرسال أكثر وأكثر من التعزيزات، والمسألة ليست بهذه السهولة. يعني برشلونة تريد أن تنتزع مزيد من الصلاحيات لحكم ذاتي، مدريد لا تريد أن تعطيها أي شيء. إذا نذهب إلى الاستفتاء لنحمل ورقة قوة ونضغط بها على مدريد. مدريد تقول لا تتعاملون معي بمنطق الابتزاز، وهذا الصراع مستمر. بروكسل تقف على الحياد تقول حلوا قضاياكم تحت سقف دستوركم وقانونكم، لكن القضية لا تحل بهذه الطريقة. والمسألة القضية أو الأزمة الكتالونية والحالة الكتالونية هي ناضجة لمزيد من الحكم الذاتي. حتى بالمناسبة هنالك وثيقة سربت من الجيش لأنه يراقب أيضا، يعني أنت إذا تمرد إقليم وأعلن الانفصال ورفض الطاعة تماما وإلى آخره، مؤسسة الجيش معنية بالمسألة. وهنالك وثيقة سربت من مؤسسة الجيش تقول أن الحكومة الكتالونية لا تسيطر تماما على الشارع. كما قلت هنالك مجالس محلية، مجالس شعبية تدير نوع من التحول الاجتماعي، نوع من الحوكمة الديمقراطية المباشرة. الناس يجتمعون ويحلون قضاياهم وهكذا. المسألة معرضة للانفجار في حال يعني تمترس الطرفان بموقفيهما، خصوصا مدريد. وهنا الخطورة، لا أعتقد أن الخطورة تأتي من كتالونيا، لأن الحالة الكتالونية معروفة ولا جديد في ذلك. يعني مدريد تعرف كل شيء، تعرف كيف منعت استفتاء 2014 وكيف عارضت وذهبت مرارا إلى المحكمة الدستورية. الخطر من تصرف ماريانو راخوي، لأنه يرى أن استخدام العنف والقمع ضد الكتالونيين يجلب له دعم شعبي، دعم سياسي هو دائما بحاجة إليه كي يبقى في السلطة. في الختام أشكر ضيوفي بالاستوديو، دكتور فادي الأحمر باحث في الشؤون الدولية، ومن مدريد محمد الأمين خطاري خبير بالشؤون الإسبانية، ومن بروكسل وسيم إبراهيم كاتب متخصص بالشؤون الأوروبية. أشكر متابعتكم برنامج جيران العرب، نلتقي الأسبوع المقبل في نفس الوقت وعبر نفس الشاشة التلفزيون العربي. معي أنا نجاة شرف الدين، إلى اللقاء.